السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا المقطع تاع الطريق السريع اللي يربط بالخادم بمنطقة اللي يربط منطقة بالخادم بمنطقة جنان السفاري، وانا نشوف جانب من الاشغال على الجهة اليمنى. نروح نشوف وين وصلت الأشغال بهذا المقطع. نلاحظ فيه بعض الأشغال هنا، إذن هذا هو هنا نشاهد يعني المقطع هذا مازال حيث الأشغال. نشوف وين راه واصل. هذا عنده أهمية كبيرة لأنه يربط زوج مجمعات سكنية كبيرة اللي هي منطقة بير خادم وكذلك منطقة عين نعجة اللي قريبة يعني المنطقة هذيك. وهنا نلاحظ أنه نقترب من الحي نتاع جنان السفاري. العمارات من فيه بعض الأجزاء مستعملة رأي قيد حيز الخدمة. إذن هذه هي حالة الأشغال، نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم.